السلام عليكم. اليوم وبعد طول الغياب preparation الجزء الأول. اليوم اللي ناخذهم في preparations عندك الألكان والألكين. فبالألكان عندك الهيدروجينيشن اللي يعني تقدر تحضر الألكان من الهيدروجينيشن of ألكين وألكين ندرسهم بالتفصيل، وبرضه بالكليمنزن رياكشن. والألكين كيف تحضره؟ تحضره عبر الهيدروجينيشن نفس هذا hydrogenation of alkynes، وبرضه عندك تفاعل ثاني اللي هو dehydration of alcohols، وبرضه عندك dehalogenation of alkyl halides. كلهم بالتفصيل الآن كيف تحضر الألكان. عندك زي ما قلنا الhydrogenation، أن تبدأ في ألكين وتنتهي بألكان، بس كيف؟ مقطع هذا يوضح لك إيش يحصل. فلو أخذنا هنا إيثين زائد H2، ثواني، ايش نحتاجهم لهذا التفاعل؟ هو H2 مع عنصر البلاديوم اللي هو الكاتاليست. طبعا الكاتاليست هذه لازم تحفظ ان شاء الله، ان شاء الله قريبا يكون في مقطع خاص بالكاتاليست نفسهم وكيف تفهمهم بدل ما تحفظهم. عموما نبدأ، الايثين يتحول الى ايثان باستخدام هذولا. كيف عندك الان بالسطح او الميديا اللي يحصل عليها التفاعل هي البلاديوم، فهو ما يدخلش بالتفاعل، هو بس الميديا. لما يجي لك الالكين ايش يحصل؟ ايه يعني كيف يؤثر هذا فيه؟ الرابطة الأحادية تكسر، بعدين تكون رابط مؤقتة مع البلاديوم. طيب فعندك رابطة تكسر تكون هنا، وهي نفس الكلام، رابطة تكسر وتكون مع البلاديوم. الآن الهيدروجين يستطيع التحرك بحرية في الميديا، ولذلك ذرات الهيدروجين تروح مكان الرابط المؤقتة وتكون رابطة كوفالنت مع الكربون هذه على اساس يكون H3. وبذلك نفس الطريقه الثاني، وبكذا يكون معك الكان. فهذه الطريقه اللي عملنا فيها هيدروجينيشن للالكين والالكين. هذا كان الكين، الالكين ثلاث روابط، يعني تحصل نفس الحركه هذه بس مرتين. المره الاولى تكسر رابطه الثلاثية على أساس تكون معك رابطتين، والمرة الثانية تكسر الرابطة الثنائية عشان يبقى لك رابطة واحدة بس. طيب إن شاء الله الآن فهمنا الهيدروجينيشن، ندخل في الكليمنزن رياكشن أو اللي هو الكليمنزن ريدكشن رياكشن. كيف يحصل الكليمنزن؟ أول شيء الكليمنزن يكون للألدهايد والكيتون، فعندك مجموعة الكربونيل الألدهايد والكيتون. عندك العنصر هذا بشكل عام، العنصر هذا باستخدام الزنك والميركوري مع ال HCl، فالميديا هنا أصبح ال HCl يعني حمض قوي، والناتج يصبح ألكان. فكيف تحول الكربونيل أو ال C double bond O هذه إلى C عادية؟ يعني من وين راحت ال H هذه؟ الآن ندخل بالتفصيل للميكانيزم. فتفصيل التفاعل اسمه ميكانيزم، فيا هذه خلوها في بالكم. طيب أفرض أن عندك هذا بيكر، والبيكر هذا فيه HCl، طيب الأحمر هذا يعني HCl، حطينا فيه الألدهايد والكيتون وحطينا حرارة مع زنك وميركوري، ايش يحصل؟ الرابطة تكسر بسبب الحرارة. الآن المركب هذا، العنصر هذا غير مستقر وهذا غير مستقر، ايش يحصل؟ هذا سالب وهذا موجب. ليش؟ سالبية الكهربائية. اللي بيحصل عندك برضو، عندك المركب مليان HCl صح؟ ال HCl برضو يتكسر ويكون عندك HCl، HCl سالب وال H موجب صح؟ الآن إيش يحصل؟ ال H بتروح مع ال O كذلك ويصبح عندك OH. طيب كذا أنت كونت كحول OH، بس إحنا نشتي الكين أو الكان، عفوا إحنا نشتي الكان، هذا ما ينفعش. إيش يحصل؟ تحصل نفس الحركة مرة ثانية، تضيف حرارة HCl يكسر، وال H تروح مع ال OH يصبح عندك H2O، هذا ماء. الماء إيش يحصل له؟ يطير لأنه good leaving group، فيروح. تبقى لك الكربونة هذه غير مستقرة، تحتاج رابطتين، لأنه هنا بالبداية كسرنا رابطتين، الآن نحتاج نعوض برابطتين. فنروح نكرر نفس العملية مرة ثانية، تحتاج HCl يكون عندك هيدروجينة، و HCl ثاني يكون هيدروجينة ثانية، يصبح المركب كالتالي. هذه طبعا الكليمنزن رياكشن ببساطة وبشكل يعني عام وسطحي جدا. ممكن تقدر تتعمق في الكليمنزن رياكشن ويقول لك انه ممكن برضو بعضكم يسأل وين راح HCl؟ CL ليش ما تفاعلش؟ هنا ما ال H بس الحالة اللي تروح، وين يروح ال CL؟ ال CL يروح مع الزنك،
لو رحت تفاعل الكليمنز رياكشن بالتفصيل تفهم وين السائل يروح وليش يتفاعل مع الزنك و كملنا الألكان. ندخل الآن في الألكين. كيف تحضر الألكين؟ زي ما قلنا عندك هذه مش يقولون اختصار الوقت. نبدأ زي ما قلنا عندك المركب هذا. طبعا هذا التفاعل نفس التفاعل بالضبط اللي هو بالفيديو، اللهم انه في بالباوربوينت. فعندك الكاين، حط مع H2 مع PT. شفت الاول كان PT البلاديوم، هذا البلاتين. فالبلاديوم والبلاتين كلهم ينفعوا كاتاليست. في برضو كاتاليستات ثانية تقدر تحفظهم انت. فمع حرارة طبعا الرابطة تكسر، والH H يجي هنا وH برضو الثاني يجي هنا يعوض عدم الاستقرار على اساس يصير المركب مستقر، والناتج يكون الالكين هذا. لكن ركز معي هنا، ممكن يكون عندك الالكين هذا وممكن يكون عندك الالكين هذا. ليش؟ حاول تقاوم. الالكينين هذين، هذا ترانس وهذا سيز، ونسبتهم 50%، لانه زي ما قلنا الالكين ممكن يكون ترانس وممكن يكون سيز. ف 50% 50%. الديهايدريشن هذا تفاعل جديد، فعندك كحول او تقدر تستخرج منه الكين. المركب هذا زائد H2SO4. ليش H2SO4؟ احنا معروف ومشهور جدا عن ال H2SO4 انه يعني يحب الماء. ال H2SO4 يستخرج لك الماء هذه، لكن كيف؟ طيب الان ندخل بالتفصيل على اساس تصير. احنا عارفين ال H2SO4 تخرج الماء، طيب كيف هذا؟ الان نقول لك كيف. ال H2SO4 مع الحرارة ايش تحصل؟ تتكسر الرابطة، يرجع HSO4 سالب مع H موجب. ليش حصل كذا؟ تيجي تسألنا الآن، طيب أنا بالاختبار كيف يعرف؟ كيف يعرف إنه خرج H؟ ليش ما يخرجش مثلا O؟ ليش ما يخرجش S؟ هذا حمض قوي، وإحنا درسنا إنه الحمض هو H، فهذا يتخرج يتخلص من ال H. طيب فهنا أصبح HSO4 وعلى H الموجب هذه تبع الحمض. جيب لي كحول أو مركب فيه بو H عشان نقدر نستخرج ال H2O. إيش يسوي؟ عندك الH هذه، ايش تروح تعمل مع الOH؟ تفاعل معه يعني يصبح معك H2O. طيب هل كمل التفاعل؟ لا ما كملش، لانه الان الH هذه تفاعلت، باقي هذه تتفاعل. هذه لازم تصبح مستقرة، بس كيف؟ هذه تحتاج H. طيب من وين نجيب الH؟ نجيبه من هنا؟ لا ما ينفعش، هذا اصلا قد تفاعل، يعني ما نقدرش نعمل عليه تفاعلين بنفس الوقت، فلازم ناخذ من الكربونات المجاورة. الكربونة هذه والكربونة هذه لو تشوف الهيدروجينات اللي عليهم 3 × 3، يعني برايمري وبرايمري. بما انهم برايمري وبرايمري فما يفرقش، خذ اي هيدروجينة. مثلا هذه الهيدروجينة تتفاعل مع ال HSO4 يصبح عندك H2SO4، والان المركب هذا مستقر والمركب هذا غير مستقر. ليش غير مستقر؟ لانه عندك هنا ناقص هيدروجينة وهنا زادت هيدروجينة، ففي لخبطة. الان نقول لك كيف تحل اللخبطة هذه. نرجع للتفاعل H2SO4، عندك هنا طبعا هذا مجموعة ميثيل، هذا هنا CH3. ركز، المركب يصبح كالتالي، لأنه زي ما قلنا H2SO4 خرج الماء، فخرجوا H من هنا و H من هنا. بس ليش H من هنا؟ ليش هذا ال H؟ ليش مش هذول ال H؟ هذه ال H ترشري، عندك الكربونة هذه مرتبطة بواحد اثنين ثلاثة كربونات، مرتبطة بثلاثة كربونات يعني انها ترشري، هذه مرتبطة بكربونتين يعني انها سكندري. فالترشري اكثر استقرارا فيقدر يتخلص من ال H. فا OH من هنا و H من هنا خرج لك ال H2O، شفت ال H2O، وعندك ال OH خرج فلازم هنا يكون سالب. عندك هنا سالب وهنا موجب، ايش يحصل؟ هذا غير مستقر وهذا غير مستقر. اللي بيحصل طبيعي انه تكون عندك رابطة ثنائية، وبكذا نكون كونا الألكين من الكحول باستخدام الديهايدريشن with H2SO4. طريقة الأخيرة للألكان الديهالوجينيشن، برضو طريقة سهلة، انك عندك الكال هالايد، عندك المركب هذا، كيف تحول هذا البتاع الى الكين رابطة ثنائية؟ تقدر تضيف الكاتاليست التالي اللي هو KOH او بوتاسيوم هيدروكسيد with الكحول، اللي هو تقدر تسميه برضه alcoholic potassium hydroxide. طيب alcoholic KOH، عندك زي ما قلنا هذا يكتسر يصبح موجب وسالب، وعندك هذا السالب. ليش هذا سالب؟ لأنه كلور وكلور سلبية كهربائية أعلى من الكربونات، عشان كذا هذا السالب. الموجب يروح مع السالب، فيصبح عندك هنا KCl، الK والCl يروحوا مع بعض. يبقى عندك OH لازم يتفاعل عشان يستقر. OH ممكن يستقر بأنه إيش؟ يأخذ هيدروجينة.
هل ينفع تاخد هيدروجين من هنا؟ لا، زي ما قلنا ما ينفعش تفاعلا بنفس الوقت. برضه يا اخي قلة حياة، يعني قد شلت سي ال تزيد تشل اتش، برضه ما ينفعش، عيب. نشوف الكربونات المجاورة، عندك الكربونة هذه والكربونة هذه، هذه تيرشري وهذه سكندري. التيرشري اسهل انك تستخلص منها هيدروجين لانها مستقرة، فعندك في لانه هنا ثلاث روابط، فالرابط الرابع تكون مع الهيدروجين. الـ OH تروح تاخذ الـ H هذه وتكون ماء، فيصبح عندك هنا الـ KCl راح والـ H2O راح. المركب يصبح كالتالي، عندك هنا موجب، عندك سالب لانه هذا تفاعل وهذا تفاعل، فنحتاج نخليهم مستقرين. كيف نفعل؟ الموجب السالب يكونوا رابطة ثنائية، وبكذا نكون كوننا الكين من الألكايل هالايد، وأكيد الـ H2O والـ KCl هذه اللي هم خرجوا. طبعا تلاحظنا اشرح بسرعة عشان طيب، وبكذا نكون كملنا الدرس. المتطلبات لهذا الدرس انك تحفظ الكاتاليست، الدي هيدروجينيشن كيف تحصل، تقول له مع H2 مع H2 والميديا يكون بلاديوم ولا بلاتين. الدي هيدريشن كيف تحصل، H2SO4، وبرضه تكون حافظ ايش الميكانيزم كيف يحصل، ليش ال H2SO4 يستخلص الماء، كيف ال OH يتحول الى الكين. لازم هذين كلهم تكون فاهمة وحافظهم، وتم شرحهم كلهم في الفيديو. وبكذا نكون كملنا المقطع، وإن شاء الله الجزء الثاني بكرة إن شاء الله، ودمتم سالمين.